لي قبل الدخول في تفاصيل هذا النهار أستاذ جمال، أهلا بك على الجديد. اليوم حضرتكم دعيتم كمنصة القاهرة إلى جانب منصة موسكو ومنصة الرياض، لا يزال البحث عالق في مسألة التركيز على كيف ستجلس المعارضة. هل ستحل هذه المشكلة؟ يعني بعدنا اليوم بس فقط جلست بالجلسة البروتوكولية، أما بالجولة اليوم بعد ما في شيء واضح. نحن نتمنى أن تحل هذه المشكلة، ونحن بمنصة القاهرة عم نبذل جهود كتير كبيرة من أجل المساهمة بحل هذه المشكلة. نحن نتمنى أن تتحد قوى المعارضة كلها يعني في هذه المفاوضات في على طاولة واحدة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فعلى رؤية مشتركة لعملية التفاوض. المسألة ما لا مسألة سهلة، مسألة صعبة. إذا ما تحققت ففي الخيار الآخر هو يعني التفاوض المتعدد أو جهات متعددة الأطراف، وكل طرف يقدم رؤيته. والحقيقة مثل ما عمل المبعوث الخاص في الجولة الماضية، حاول أنه يجمع المشتركات الحقيقة بين الأطراف المختلفة، ما هي المشتركات ويبني عليها. يعني أنتم اليوم في الجدول الأعمال الأساسي، المظلة الأساسية التي حددت اليوم لجنيف 4-2-2-5-4 اللي من ضمن الانتخابات الحكومي والدستور، أنتم اليوم بالعملية الانتقال السياسي هل تتشاركوا مع الرياض بأنه اليوم بالأمس قال ناصر الحريري أنه لا مكان في العملية السياسية لبشار الأسد الرئيس؟ الحقيقة أنه يعني الإعلام كثير عم يركز على هذه المسألة، ووفد الهيئة كمان عم يركز على هذه المسألة. العملية السياسية عملية كبيرة جدا وجذرية وشاملة وعميقة، يعني هي ليست لها علاقة بشخص فقط، يعني اختصار كل القضية السورية بشخص معين. يعني أنا برأيي أنه مقاربة صعبة بالانتخابات، ويعني لم تثبت فعالية ولا نجاح. بالتأكيد نحن بمنصة القاهرة يعني نرى بأن يجب أن يكون هناك تغيير ديمقراطي، انتقال ديمقراطي عميق وجذري في سوريا. وبطبيعة الحال سوريا بعد هذه المحنة يجب أن يعني أو تستحق في الحقيقة يعني أن ترى قيادات سياسية جديدة، بدءا من منصب الرئاسة وكل يعني كل الفعاليات السياسية الأخرى، المؤسسات السياسية مثل مجلس الشعب وغيره. فيعني هذا حق مشروع للشعب السوري وسوريا تستحق ذلك. بواقعية وباختصار سؤال أخير، إلى أي مدى برأيك جنيف 4 اليوم قادر على الوصول إلى حل أو ينجح حيث فشل جنيف 1 و2 و3 في ظل هلأ يعني الأمريكي غير واضحة رؤيته بعد، والروسي يبدو أنه رغبته بالإبقاء على الأستانة، فإلى أي مدى يمكن واقعيا توصلوا لحل معين أو على قليلة إطلاق العملية السياسية من هون؟ الحقيقة يعني غياب الأمريكي عن التغطية بهذه العملية يعني منيح؟ لا، الحقيقة هو مسألة قد لا تكون إيجابية، وقد تعني بأنه يعني لن يكون هناك يعني اقتراب للحل بالوقت الراهن، ريثما يعني تنجز الإدارة الأمريكية الجديدة رؤيتها للملف السوري. عن الروسي، الروسي لا يزال الحقيقة يعني يدعم مسار جنيف، لكن الروسي يعني عمل إنجاز وقد يكون هذا جيد ويساعد جنيف بأنه فصل المسألة الأمنية والعسكرية، أخذ على أستانا. وبالتالي يعني أنت بتلاحظ أنه بالجولات الماضية كان بند الإرهاب 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 الإرهاب، هو كل شيء يتحدث به النظام ولا يتحدث بشيء آخر. وبطبيعة الحال هذا أمر مهم جدا، محاربة الإرهاب بسوريا مسألة مهمة جدا لأنه هو خطر على كل السوريين. وبالتالي يعني يعني العملية الانتقال السياسي إحدى أكبر مهماتها يعني هي محاربة الإرهاب. لكن هذا الملف نقل إلى الأستانة، وهذا شيء جيد مما يتيح للحديث بالمسائل السياسية الآن في جنيف. شكرا لك أستاذ جمال على هذه المقابلة. شكرا جزيلا.